السلام عليكم ويسعد اوقاتكم وين ما تكونون بكل خير وسلامه. وياكم رشا من مطبخ رشا، رجعنا لكم فيديو جديد وروتين جديد، يا رب ان شاء الله يعجبكم. اكيد نبدا الفيديو وياكم بالصلاه على محمد وال محمد، ونبدا الفيديو بالفقره اللي تحبوها دائما اللي هي مشترياتي. مثل ما شفتوا هذه المشتريات، طبعا رحت الكربلاء واكيد ما نسيتكم بالدعاء، الجميع ذكرتهم. وهنا طبعا اخذت بعض الشغلات اللي هي مثل هذه اللوحه اللي تكون تطريز آية الكرسي بيها، وكذلك أخذت وحدة ثانية مثلها مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم كلش حلوة. هذول اللي يجون تطريز بالأبولك اللي يكون ناعم، وقبلهم هم شفتوهم من كنت أحكي أسلم عليكم بالبداية، اللي هي تكون هذه الدمعة الخاصة مكتوب بيها الحسن المجتبى، والثانية عليه السلام أخذتها لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. إن شاء الله يعني بالأعياد الخاصة تكون بالإمام علي عليه السلام أخليها وياكم وأشارككم أكيد الروتين وهالسوالف. أخذت بالإضافة هنا عندي هذه المفارش، أنا من النوع اللي أحب كلش المفارش، خاصة اللي تكون هذه المقفلة اللي هي تكون يعني مربعات أحبها. فأني أخذت هنا هذا الأزرق اللي استخدمته وياكم لما سويت ثواب للعباس عليه السلام، وكذلك أخذت واحد ثاني لون هو الأحمر همين، إن شاء الله هم أستخدمه وياكم. وهنا أخذت قارورة تكون زيت الزيتون، أنا أحب كل فترة أغير مال زيت يعني الزيوت اللي نستخدمها، فأخذ الشكل. هنا طبعا عندي أخذت لون أخضر حتى أخلي بيه زيت الزيتون بما أنه لونه يكون على شوية خضار. وكذلك أخذت وحدة ثانية اللي هي هذه اللونها شفاف على مود أخلي الزيت العادي، حتى اثنين هم إن شاء الله لأن حسوا تغييرات بالبيت يعني هم بالمطبخ والبيت، فإن شاء الله أكيد حشاركها وياكم. طبعا من ضمن المشتريات هذه أكو أشياء أنا ماخذتها يعني قبل ما أروح للزيارة، وعجبني هذا القدر اللي هو آخر شيء يعني هو يستخدموه ويقولون عليه زين يعني ينصحون به، اللي هو خاص للمقالي، يكون عميق وبنفس الوقت تكون داخله سلة، يعني لما تطلعون المقالي داخلها مثل فنجر، مثل باذنجان، كبب، مقرمشات، هالسوالف تخلوها داخلها بحيث بس تسحبون هذه السلة تقدرون تصفوها. طبعا هي بها تعلاقة انه تقدر تصفي الزيوت من عندها، لكن هنا اختي يعني منبهتاني انه تبينها لكم، ان شاء الله اثناء ما استخدمها اني حنبهكم عليه. هنا همين عجبتني هذه الصورة اللي هي تكون من القماش طبعة اعتقد، كلش حلوة صورة الإمام علي عليه السلام. وكذلك أخذت همين هذه الشرايط اللي تتخلى على الرأس، لأنه أخذت أنا ذيك المرة من عندهم لكن الكتابة شوي تختلف عنها، فهالمرة لقيتهم بكربلاء يعني هذني، فجبت من عندهم همين اثنين. هذه كانت طبعا المشتريات اللي ماخذتها، طبعا هذول أخذتهم قسم من كربلاء يعني هذول المحلات القريبة على الإمام، وأكو أشياء لا أخذتهم أنا بطريقة أثناء طلعاتي بالبيت. هذه الدمعات اللي قلتكم عليها. فهنا حبلش بما أنه أنا جبت هذه اللوحات اللي هي هذه التطريز الناعمة، هنا عندي هذول اللواسق الشفافة كلش حلوة وفايدتني الصراحة، اللي هي تقريبا 10 بألف أو 12 بألف أو 8، هيك ما أعرف العدد بالضبط. تجي هو يعني غلاف وبحلوة إنه مجرد يعني تلصقوها ما تبين بالحائط، وبنفس الوقت تفتحوها شلون ببرغي تدخلون هذه بها الخشبة اللي هي التعليق، ومجرد ثاني شيء ترجعون تسدون مثل البرغي، كلش حلوة بنفس الوقت نقول نظيفة ما توسخ الحائط ومن هالسوالف، حتى يعني إذا شلتوها مجرد تنظيفة بسيطة تتنظف. هذا الشكل النهائي مثل ما شفتوا، لوحات كلش حلوة الصراحة. جبت هذه الألوان حتى تكون هيك يعني قريبة على ألوان المطبخ مالتنا، وهمين أحس يعني هذه الصفحة اللي هي بها السبلت وجهة الحائط تكون فارغة، فهذه مثل ما نقول ملتها، وهم أكيد بركة بالبيت هم. هنا طبعا ننتقل حتى نسوي وياكم عشاء، فهنا حبدي أسوي كباب عروق، أنا الطريقة هو منزلتها ما يحتاج يعني أحشي بيها، فحقول هيك يعني سريعة، اللي هي هنا عندي اللحم المفروم وبصل وطماطة وكرفس، وأضيف عليها شوية بهارات وشوية فلفل أسود وشوية كركم، وأكيد ما أنسى الملح. فهنا حبدي أخلط كل المكونات سوية، ومثل ما قلت لكم إنه لما تسوون كباب عروق دائما خلطوا المكونات قبل ما تضيفون الطحين، لأنه المكونات ما راح تتوزع على كل الشغلات اللي موجودة. هنا ضفت تقريبا أقلاص من الطحين ويا هذه الكمية، هي تقريبا أقل من النص كيلو،
فهنا حبدي أعجن بيها، وأكيد الملح ما أعرف إذا قلت أو لا، أضيفوا وياها حتى تأكدون من الملوحة. وطبعا إذا أنتم مسوين الكباب عروق قبل فترة، يعني مثلا نقول قبل ساعة ساعتين، وتخلوه بالثلاجة مو بالمجمدة، أو تخلوه بالمطبخ خمين عادي، النكهة ما تصير بعد أطيب. يعني كل ما زاد الوقت على الكباب عروق يصير أطيب، بس إحنا لأنه مثلا نقول عصر السرعة، يعني نجيب ونخليه بسرعة، فأنا جهزته وقبل حبدي أقلبيه. وبعد ما كملت العجينة كلها حبدي أقلبيها. هنا جبت الطاوة الأولى اللي هي تكون للكباب عروق، حتى هنا ضفت شوية زيت زيادة، يعني حتى شنو الزيت اللي يبقى من الكباب عروق أنا أقلي بيه الطماطة، تكون كلش طيبة، خاصة إذا ضفت وياها شوية بصل وشوية هيك بهارات، يعني هيك رشة كلش خفيفة، شلون عبالك يعني مثل ما نقول ذرات قليلة، تنطي طعم كلش طيب. هنا بديت أنا أقلب الكباب عروق، أسوي على شكل أصابع، على شكل دوار، بعد على حسب كل شخص والطريقة اللي متعلم عليها. وطبعا الطاوة الثانية خليت بها هم زيت الزيتون، طبعا أنا الطاوة مخليتها هذه السودة هي خاصة للمقالي مثل البوتيتا، باذنجان، أي شيء ثاني، يعني هذه الشغلات اللي تكون مثل استخداماتها يوميا، كل 5 أيام كل 4 أيام أنا أصفي الزيت أنظفه وأستخدم الشغلات الثانية، لأن ما يصير يبقى يعني أكثر من أسبوع أو أكثر من 5 أيام. وطبعا أهم أنظفها للطاوة بشكل حلو، وبعدين أرجع أعبيها جديد، وهذا الثاني أسوي بمثل حمايس أو أي شيء ثاني. هنا طبعا الكباب عروق بدأ يجهز عندي، والباذنجان همين بدأ ينقلي، وهنا طبعا أنا يعني كلش أحب الطماطة المشوية، خاصة إذا أخلي عليها شوية ملح وعصرة ليمون، تنطي طعم كلش طيب، جربوها. فأنا هنا سويت لي طماطة واحدة هي بس، لأنه العين صغيرة، فخليت بها قطعتين، وبعدين حكمل القطعتين وتجهز عندي. طبعا سوينا احنا كباب عروق، لكن بابا همين يحب المعلاق واكثر، يعني هم هو افضل الى ان يكون شوي مو مقالي، فهمين حشارككم اكيد وياي. عندنا معلاق، مجرد انه اقطع على شكل مكعبات واضيف عليه شوية ملح فقط، واحركه شوية، وبعدين اخليه بالشياش اللي عندي موجودة، وابدي اشبه بيه على الطباخ. وطبعا اكيد الطباخ حيتوسخ بشكل فظيع، لانه الشوى انا اكره صراحه الشوي، لانه يوسخ للطباخ خاصه اذا داخل البيت والجو حار، هسه مو مال واحد يعني انه برا يفتح المنقله وفحم وهالسوالف، لا مجرد سريع، يعني هو مو مثل نقول هوايه، شيشين ونص تقريبا. فحم حشو هنا على الطباخ بعد ما يتوسخ، وانا همين شويه طماطم شوي، فكلها اشيلها، وبعدين حسوي تنظيف عميق للطباخ ورا ما نكمل العشاء. فأنا حخليكم شوية وبعدين هرجعتكم حتى نشوف شنو حسوي وياكم. مدام بعدكم بداية الفيديو فضيفونا لايك حتى شجعونا دائما أنزلكم هيك فيديوهات حلوة. شوية وراجعت لكم. ورجعت لكم بعد ما كملت كل الكباب عروق بنفس الزيت اللي قليت بكباب عروق، لكن بطاوة ثانية. هنا بديت أقلي الطماطة، وأكيد ما أنسى الملح، هم تطلع لاجعة وهم طعم طيب. وإذا قلت لكم بصل تضيفون قبل الطماطة، وشوية هيك يعني حبات قليلة من البهارات العادية المشكلة تطلع بعد طعمها كلش طيب. هنا طبعا هذا المعلاق قطعته، وفقط رشة ملح خفيفة، وهنا بديت أشيش به على مود شنو أبدي أشوي بهذه العين العالية، على مود شنو ياخذ راحته بالاستواء وبالشوي. طبعا أنا حبدي هم أرتب وياكم المواعين، أبدي هم الكباب عروق، أختي تفرم لي الكرفس، أنا الصراحة كل شوية المشويات أحب الكرفس، لأنه هنا أنا هم من أخذ من بابا، أحب يعني المعلاق بس أحبه ويكون حار، من يبرد ما أكله. فالمهم عندي كرفس هخليه ويا المعلاق، وكذلك طماطم مشوية وليمون هم يطلع طيب وياه، وأكيد همين الكباب عروق رتبة والباذنجان، وحسوي خيار، وجهز الأكل مالتنا، وأكيد سهمكم العافية وربي يشبح كل جوعان. طبعا أنا هم حخليكم شوية وبعدين أرجع لكم، جهز الأكل مالتنا، والصمون الحار موجود همين، وبعدها حبدي أغسل الطباخ تنظيف عميق، يعني أنظفه، وأغسل المواعين همين وياكم. ف
فحخليكم شوية، حخليكم أخليكم شوية وبعدين إن شاء الله أرجع لكم. ورجعت لكم من وبعد ما ضيف اللايك لحد الآن، ضيفوا لنا اللايك، وأكيد اللي زاير قناتي هذه أول مرة، إذا عجبتكم القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى دائما توصلكم الفيديوهات بشكل دائم. طبعا هنا رتبت المواعين ورتبت ماعون المشوى، يعني المشويات اللي هو المعلاق، أضفت كرفس بالماعون، أضفت عليه المعلاق وطماطم مشوية وليمون وصار تحفة. وطبعا أكيد اللي مجرب طريقتي همين بالكباب عروق كلش طيب. هنا طبعا هذا صار جاهز الأكل، سهمكم العافية. بعدها حنتقل، أول ما خلصنا الأكل أبلش بالطباخ، لأن مثل ما تشوفون الشكل صار فد مرة، يعني كلش توسخ الطباخ. فأول ما أبدي أرش مزيج الدهون الطباخ، كل يعني العيون والمشبكات هذن الموجودات كلهم حارشهم مزيل الدهون، وأرجع أكمل غسل كل المواعين، وآخر شيء أبدي أغسل به بشكل عميق حتى شنو همين ما تبقى يعني ريحة بالمطبخ، لأنه أي مواعين إذا بقت بالمطبخ أو أي شغلة تكون واسخة يعني موجودة حتى لو طبخ أو غير شيء، هذه حتسوي ريحة بالبيت. يعني مجرد إن الشخص يدخل للبيت مالتكم حيشتم ريحة، هذه تكون كلها بسبب المواعين أو الأشياء اللي مو مغسولة. فهنا أني حكملهم كلهم هنا المواعين، واخر شيء انتقل للطباخ على مود ابدي اجرف فيه. واكيد نصيحة دائما سووها، لما تغسلون المواعين دائما لما تشيلون العيون دائما هذه فتحة الغاز تكون انغطوها بكلينكس حتى لا تدخل بها، لا عندكم هذا مزيل الدهون لانه يخرب العين، ولا بنفس الوقت زاهي وهالسوالف هم يدخلون وياه، فبدل ما يخرب الطباخ نقول مثلا نقول يعني يقصر عمره. فهنا تقدرون تغطوهم وتختصرون الوقت. وبعدها حبدي اجرب به واكيد بعتها بقطعة القماش السحرية انا اسميها لان كلش حلوة اللي دائما استخدمها وياكم، واخر شيء بكلينكس يعني مجرد انه تنشف وتنشف حتى يطلع الشكل واللمع كلش حلوة. واللي دائما بالتعليقات يكتبوا لي شلون السينك دائما يلمع تطلعينه، انا اذا كان السينك يعني متوسخ فأرش له شوية مزيل دهون ويعني مجرد زاهة وجلافة وأجلفة، وآخر شيء أرش المي عليه وخلاص هو يطلع يلمع بالتنظيف. بس إذا ما بي يعني دهون وما متوسخ مجرد جلافة أجلفة آخر شيء وأبدي أرش عليه مي وهم يعني يطلع يعني نظيف. هي مجرد إنه شوي مثل ما نقول واحد يسوي بقوة تطلع اللمعة مالته كلش حلوة. طبعا اخر شيء همين يعني اذا تحبون هذه هم اقول لكم اياها، دائما اذا تريدون ريحه المطبخ هم تطلع طيبه وما تطلع بيها مثل ريحه هسه احنا اليوم كباب عروق والمشاوي اثنين هم يطلعون ريحه بالبيت، فاذا تريدوها تطلع من عتها مجرد معطر الارضيه تخلون داخل هذه الفتحه مال السينك، تخلوها لما تخلصون كل شيء يعني تخلوها حتى لا يصير همين على السينك، مجرد بالفتحه وتبدي همين تنطي ريحه طيبه للمطبخ. واكيد انا يوم حبخر المطبخ أنا كل ما أسوي كباب عروق أو هذا السوالف في المشويات دائما أبخر المطبخ والبيت حتى الريحة تصير طيبة. لهنا طبعا خلص الفيديو، أتمنى إن شاء الله يعجبكم، أنا حخليكم تكملون النهاية تشوفون غسل المواعين بما أنه أنتم تحبون هذه الفقرة، وأرجع لكم إن شاء الله بيوم ثاني همين أسوي لكم روتين حلو وتنظيفات ومن هالسوالف، واللي طلبوا من عندي أصورهم فيديو الطباخ اللي عجبكم اللي هو بالمطبخ البارد إن شاء الله حصوره لكم قريبا وانزله واشرح لكم على التفاصيل مالتي. وما ننسى همين انه شاركتكم وياي بالزياره اللي هي زياره كربلاء ليله الدفنه، وطبعا ما نسيتكم بالدعاء، فخليتكم ياها نهايه الفيديو حتى مثل ما نقول تاخذ مساحه واسعه
لأن تكون الزيارة شوية طويلة أنا من أصوركم إياها، أصوركم إياها تفاصيل حلوة. وأكيد بالأخير أقول لكم إن شاء الله ما تقصرون وياي باللايك بالفيديو، وأكيد اللي زايرني أول مرة وعجبتكم القناة أتمنى إن شاء الله تفعلون الجرس وأكيد تشتركون وياي تنوروني. وبالأخير أقول لكم انتظروني بالفيديو الجاي ومع السلامة.